تفسير على نهج ضمان المحاكمة العادلة للمتابعين الأحداث في الميزيك، هل يمكن أن يظهر المتابع الوطني على ضمان نفس المعايير ديال المحاكمة العادلة لنشطاء حراك الريف وزميل حبيب المداوي، علما أنه تم سحلوه بطريقة يعني لا يمكن وصفها، وخرج هو الطريقة اللي سحلوه بها، وإضافة أنه يواجه تهمة يعني أنه متواضع، ماشي واحد يدخل دبابة للمغرب من روسيا وباغي ما نعرفش شنو يدير. بمعنى هنا تتولي معايا، هل يمكن السؤال ديالي، هل يمكن ضمان نفس المعايير ديال المحاكمة العادلة اللي عرفوها الناس؟ متبعيني انت عارف السبب انه من يوم 28 اكتوبر 2016 موت المرحوم محسن فكري واللجنه الجهويه ديال المجلس الوطني في تلسان تبع ما يقع في العاصمه من الجهه، هنالك يعني تتبع مستمر من طلب بطلب من العائلات ديال المعتقلين ديال بما فيها هذه الاحداث الزيارات ديالهم الى اخره، هناك يعني ملاحظين ديال المجلس يوميا تيتبعوا كل الاطوار بما فيها يعني متابعه المحاكمه ديال السي المهداوي في الجلسه الاولى في الحسيمه حتى 4 الصباح يكسي اخر هو انا حضر هنا كان هنا وراه تيكسب وراه تاع بعضنا بعض ولينا تنديروا بعضنا غنخرجوا التقرير ديالنا في نهايه المطاف قضائي كالعاده وك هي القواعد ديال العمل الحقوقي في نهايه المسار القضائي.